قرار البنك المركزي بإلغاء آلية البنك المركزي لتحويل أموال الأجانب للخارج، ده في رأيي قرار صائب اتخذه البنك المركزي، لأنه هرجع بس لورا إنه قبل تحرير سعر الصرف والقرار التاريخي اللي أخذه البنك المركزي في نوفمبر 2016، كان الإقبال على شراء الأذون الخزانة أو الأسهم المصرية في ذلك الوقت اللي هو ما بيسموه الهوت ماني، الاموال الساخنه، كان منعدم. ليه؟ لان كان هناك سعرين، في سعر سوق موازيه وفي سعر رسمي، فما كانش المستثمر بيقبل على لا شراء الاذون الخزانه ولا الدخول في السوق المصري في الاسهم، لانه هيبقى خسران قبل ما يخش نتيجه وجود فرق في السعرين. بعد القرار التاريخي بتحرير سعر الصرف في 2016، كان البنك المركزي ضروري عشان يطمن المستثمرين ان هم يدخلوا السوق مره اخرى، ان هو كان يستمر في اليه ضمان تحويلات اموال المستثمرين اللي عاوز يخرج من السوق. كان البنك المركزي هو اللي بيتيح له الاموال وبيخرجها له في فور طلبها، ودي كانوا بيسموها ريباتريشن. بعد سنتين من تجربه تحرير سعر الصرف، كان البنك المركزي وجد انه لا يوجد ضروره ان هو يضمن النهارده خروج الاجانب عن طريق هذه الاليه، لانه اصبح هناك ثقه من المؤسسات العالميه على القرارات اللي اتخذها البنك المركزي، على تحسن الاقتصاد المصري، على جاذبيه مصر كدوله جاذبه. حقيقة انا شايف ان قرار البنك المركزي الاخير بالغاء اليه تحويل المستثمرين الاجانب قرار الحقيقه جه في توقيت مناسب وفي محله. احنا شفنا برنامج الاصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف اللي تم من حوالي سنتين ادى لنتائج ايجابيه، ويمكن كان من اهم النتائج الايجابيه اللي حصلت في خلال الفتره اللي فاتت التدفق الكبير من الموارد النقد الاجنبي اللي يمكن تخطت 110 مليار دولار في السنتين اللي فاتوا. والشيء الجيد في التدفقات النقد الاجنبي انها كانت جت من مصادر متنوعه. لو بنتكلم على تصدير تحويلات زيادة في تصدير أو تحويلات المصريين بالخارج، زيادة إيرادات قناة السويس، وأيضا الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. أنا شايف إن هو قرار موفق جدا، كمان التوقيت بتاعه ممتاز، لأنه بيسمح تدريجيا بالانتقال الى النظام الجديد اعتبارا من 4 ديسمبر. الحاجة الاهم ان انا شايف ان السوق حاليا مستعدة ومهيئة تماما لمثل هذا القرار، وده بيجي نتيجة بعض كنتيجة طبيعية لنجاح سياسة الاصلاح الاقتصادي وخصوصا السياسة النقدية التي طبعت في الفترات السابقة.